السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم سنأخذ المحاضرة السابعة أو المحاضرة الأسبوع السابع، والتي تختص بنظام التزييد في المحركات. طبعا بداية سنأخذ ما هي وظيفة نظام التزييد. نظام التزييد Lubrication System يقول أول وظيفة من وظائف نظام التزييد هو من اسمه Lubrication Lubricating، يعني شنو التزييد؟ شنو فائدة التزييد؟ يقول Reduces friction and wear by creating a thin film between moving parts and thereby the energy loss and to increase the life of the engine. يعني شنو معناته؟ يعني يقول لتقليل الاحتكاك والبلا الذي يحدث بين الأجزاء المتحركة بواسطة خلق أو بواسطة جعل يعني طبقة رقيقة بين الأجزاء المتحركة moving parts، وبالتالي بعدما يقل الاحتكاك راح تقل فواقد الطاقة، لأنه قلنا الاحتكاك هو شنو؟ راح يولد لي حرارة، والحرارة هي طاقة مهدورة، فنحن نقلل الاحتكاك راح نقلل الحرارة الناشئة، وبالتالي راح نقلل الطاقة المفقودة ونزيد من عمر المحرك، لأنه الاحتكاك راح بين الأجزاء راح شلون يسبب حالة من الوير أو يسموها بالعربي البلا، يعني شلون احنا نقول تصير برادة، يعني كأنما يعني أجزاء تأكل بعضها زين، بينما بالتزييد لا راح تطول عمر المحرك زين. هذا أول شيء. ثاني شيء سيلينج يعني شلون احنا نقول فد شيء مختوم أو فد شيء مانع، فشي يقول هنا، يقول ثاني شيء سيلينج يعني شنو؟ يقول the oil helps form a seal between piston rings and cylinder walls. يعني شي يقول الزيت يساعد على تكوين طبقة يعني تغلق أو يعني طبقة غالقة أو يعني خاتمة تختم أو تغلق هي بين البستن أو بين يعني المكبس، بين حلقات المكبس وجدران الأسطوانة، بين حلقات المكبس وجدران الأسطوانة. هذا يعني كأنما شلون يصير كأنما فتسد مع حلقات المكبس، حتى شنو خلينا نقول شوف to provide sealing action the lubricating oil helps the piston rings to maintain an effective seal against the high pressure gases in the cylinder from leaking out into the crankcase. يعني هذا كل الكلام شو يقول؟ يقول الزيت يشكل لي طبقة غالقة بين حلقات المكبس وبين جدران الأسطوانة، حتى هاي الطبقة شو تسوي لي؟ تساعد حلقات المكبس على أنه طبعا حلقات الضغط يقصد زين، حلقات الضغط وحلقات الزيت، حتى شنو تمنع الغازات الموجودة المضغوطة في يعني في أعلى المكبس من الخروج إلى شنو؟ إلى الكرنك كيس، إلى حوض المرفق. فهو أيضا هذا شنو يساعد لي أنه يحكم غلق هذه المسافة وإن كانت قليلة ما بين حلقات المكبس وما بين جدران الأسطوانة، حتى يمنع خروج الغازات من غرفة الاحتراق أو من أعلى المكبس إلى حوض المرفق، يعني يمنع تهريب الغازات زين. إذن هذه الفائدة الثانية للتزييد زين. الفائدة الثالثة للتزييد شنو؟ يقول cleaning، خلينا نشوف شنو cleaning يعني التنظيف. يقول as it circulates through the engine يعني خلال دورانه بالمحرك، تدرون الزيت راح يعمل دورة بالمحرك دورات أثناء اشتغاله. يقول the oil picks up metal particles and carbon caused by wear and brings them back down to pan. يعني شنو؟ يعني يقول خلال دورانه بالمحرك الزيت راح يحمل picks up يعني يحمل الدقائق المعدنية والكربون الناشئة من شنو؟ الدقائق المعدنية من تنشأ؟ يعني البرادة، metal particles يعني البرادة اللي هي شنو تنشأ؟ من الاحتكاك، يصير وير الأجزاء تقوم تأكل في بعضها فيصير كأنما برادة زين. والكربون من ينشأ؟ من الاحتراق. فالكربون والبرادة هذه شلون نتخلص من عدها؟ راح نتخلص من عدها أثناء دوران الزيت، راح يحمل معه هذه الأجزاء التي تسبب تلف المحرك ويرجعها وين؟ في الأويل بانز
في الأويل بان اللي هو شنو حوض المرفق أو حوض الزيت. ولهذا احنا ايش راح نحتاج بالمضخرة اللي تسحب الزيت من حوض الزيت؟ نحتاج مصفي، لأنه هذا راح تكون كل الحوض الزيت راح يكون عبارة عن برادة وكربون. ولهذا تشوفون من تبدل زيت المحرك بعد فترة تجي تشوف لونه تغير، صار غامق، وبعدين بعض الأحيان إذا تتركه أكثر يصير لونه أسود. هو عبارة عن كربون وعبارة عن حوامض وعبارة عن يصير برادة، فهذا المفروض يتبدل. إذا الزيت له قابلية على حمل هذه الدقائق أو الشوائب الناشئة من الاحتراق أو الناشئة من احتكاك الأجزاء مع بعضها، ويوديها وين؟ إلى حوض الزيت. النقطة الثالثة هي الكولينج، التبريد. شلون يبرد الزيت؟ شلون يبرد المحرك؟ خلينا نجي نشوف. احنا قلنا تبريد اما يكون تبريد مائي واما تبريد هوائي، لكن الزيت ايضا يلعب دور بالتبريد. خلينا نشوف شلون. يقول picks up heat، يعني يحمل الحرارة when moving through the engine and then drops into the cooler oil pan giving up some of this heat. يعني شنو يقول؟ يقول هو يحمل الحرارة ومدة يتحرك داخل المحرك، المحرك ساخن زين، فمن راح هذا الزيت يدخل في الممرات الموجوده داخل المحرك الجالريز هسه ناخذها، ايش راح يسوي؟ راح يكتسب جزء من حراره المحرك وراح يحملها ويا وين؟ يرجعها الى حوض الزيت اويل بان اللي هي عاده راح تكون ابرد من المحرك، فكانما راح يحمل جزء من حراره المحرك ويروح يوديها وين؟ للاويل بان، وبعدين يتخلص جزء من هاي الحراره كانما راح نتخلص من عندها. يعني ايضا هو يساعد، يعني هو مو جزء اساسي للتبريد لكن يساعد على التبريد زين. اذا الكولينج ايضا لان الزيت له قابليه على اكتساب الحراره حاله حال بقيه الاجسام والمواد زين، فيساعد لي على التخلص او طرح جزء من حراره المحرك والى الخارج زين. طبعا هنا هاي هنا النقطه لازم اربعه تصير، انا اسف، هنا اربعه لازم وهنا خمسه، ساعد لكم اياها ان شاء الله بالبي دي اف زين. بعدين شو يقول النقطه الخامسه؟ النقطه الخامسه يقول absorbing shock، يعني شنو؟ يعني يمتص الصدمات. when heavy loads are imposed on the bearings the oil helps the cushion the load to cushion the load. يعني شنو؟ يعني عندما يصير حمل احمال متكرره على تتعرض البيرنجز اللي هي الواح التحميل الى احمال ثقيله او احمال قويه، فهذا الزيت يكون كانما كوساده حتى شنو؟ يعني يمتص الصدمات زين. فاذا هو شوف ايش كم فائده به صار عندنا. ماشي، نجي الان راح نشوف شنو هي الاجزاء اللي راح تحتاج تزييت بالمحرك. طبعا اول شيء كاتب انه البيستن اند سلندر، يعني شنو؟ المكبس والاسطوانه او بطانة الاسطوانة. بما انه المكبس يتحرك داخل الاسطوانة وحلقات المكبس هي اللي راح تكون في تماس مع الاسطوانة، فلازم يوجد نوع من التزييت لسهولة الحركة زين وتقليل الاحتكاك الى اقصى حد ممكن ما بين الاسطوانة وما بين حلقات المكبس زين، اللي قلنا هي اكو حلقات ضغط واكو حلقات زيت زين. وعندنا ايضا يقول الكرنك شيفت مين جورنال كرنك بين اند ذير بيرنجز، يعني شنو الكرنك شيفت؟ هذا شوفوه امامكم، هذا كرنك شيفت شنو بي؟ بي مين جورنال اللي هي ترتكز على كتله الاسطوانات وراح تكون في حركه مستمره. كتله الاسطوانات طبعا ثابته بها هاي الكراسي التحمل الهلاليه اللي تكلمنا عنها سابقا، لكن هاي راح تكون في حاله دوران مستمر، فلازم تكون طبقة الزيت حتى تكون كأنما كوسادة تمنع احتكاك المين جورنال اللي هي هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الأجزاء اللي على خط مستقيم واحد مع كتلة الأسطوانات أو كراسي التحميل المثبتة عليها زين. أيضا نحتاج إلى تزييت الكرنك بين. الكرنك بين اللي هي راح ترتبط وين؟ راح ترتبط بذراع التوصيل البيج اند مع ذراع التوصيل زين. البيج اند راح يرتبط بذني هذا وهذا وهذا ايضا وهذا مثل ما تشوفون، هاي ايضا تحتاج الى تزييت
زين تشوفون هاي الثقوب كاتب لك oil bore يعني فتحات التزييت، هاي كلها فتحات تزييت. زين ايضا من الامور اللي تحتاج تزييت هي الريست بين اند ذير بيرنجز. الريست بين هو مسمار المكبس يسموه الكوجن بين، ايضا كوجن بين. زين هذا مسمار المكبس ايضا يحتاج شنو الى تزييت، زين مع الكراسي الكرسي التحميل الخاص به البيرنجز. زين الكام شيفت والروكر ارم الفاز الفاز سبرينج، يعني شنو يعني الكام شيفت عمود الكامات والروكر ارمز اللي هو ذراع المطارق، هاي اذا كان الاوفر هيد فالز. زين والفالز ايضا والنوابض هاي كلها تحتاج الى شنو الى تزييت. زين فده تشوفون هنا امامكم شلون دا يوضح لك فد مخطط انه الاويل بام راح يدفع للفلتر والفلتر راح يدفع الى الاويل جاليري. الاويل جاليري مقصود بها الممرات اللي موجوده بالمحرك، ممرات الزيت، وايضا راح يدخل الى كرنك شيفت، والكرنك شيفت ايضا بممرات راح ينقل من خلال هذه الثقوب. تشوفوها هنا اكو ممرات، يعني هاي اكو ممرات مرتبطه مع بعضها، واحد ينطل الثاني وزيت هاي الامور كلها. زين المكبس ايضا ومسمار المكبس اللي هو هذا الروكر شيفت او الكام شيفت ايضا. زين خلينا نجي نشوف الرسم اللي وراء ايضا هو هذا، هنا موضح لك بشكل كامل عندنا الريست بين اللي هو مسمار المكبس هنا، وعندنا المين جورنالز اللي مرتكزه على كتله الاسطوانات، والبيج اند اللي هي تكلمنا عنها قلنا انها ايضا تحتاج تزييت مرتبطه بذراع التوصيل، والفالفات والنوابض والروكر هذا يسمون الروكر ارمز هذا ايضا يحتاج، والكام شيفت ايضا يحتاج، هاي كلها راح تحتاج الى تزييت. زين طبعا الان راح نجي نشوف شنو اجزاء او مكونات نظام التزييت بالمحرك. طبعا يتكون من مكونات بسيطه تشمل الاويل بان. الاويل بان طبعا حوض الزيت هذا تشوفوه امامكم اللي يحوي الزيت بداخله، واللي من خلاله اكو فتحه او منفذ ممكن انه نفتحه حتى نفرغ الزيت القديم او التالف ونغلق بعض ذلك حتى شنو نبدل زيت المحرك نضيف زيت جديد. زين وعندنا الاويل بامب. الاويل بامب هو عاده تكون مضخه ترسيه او مضخه ريشيه بهالشكل هذا تشوفوها، مضخه اللي هي هاي نفس هاي لكن هاي بها مثل مقطع عرضي. فهاي المضخه طبعا تشوفون بها مثل الفلتر، هذا راح يكون هنا موجود فلتر يعني قبل ما يدخل الزيت الى المضخه، بعدين المضخة تدور راح تضخ لي الزيت الى شنو الى الفلتر اللي هو هذا. طبعا اكو عندي بريشر ريليف فالف هذا تشوفوه، هذا البريشر ريليف فالف اخذناه او راح تاخذوه في مادة المعدات الهيدروليكية ان شاء الله في صف رابع. الريليف فالف هذا يساعد شنو، هذا صمام حماية، يعني من الضغط يوصل داخل المضخة الى حد عالي راح شنو يفتح يرجع وين، يرجع للخزان، شوفوا يرجع الى الخزان، هذا يسمون ريليف فالف. بينما بالضغط يكون اعتيادي لا راح يكون مغلق وما راح يرجع الى الخزان. زين هذا ايضا بريشر ريليف فالف ضروري، هذا حتى يمنع لي حدوث ضرر داخل منظومة الزيت في حال انسداد الممرات، في حال حدوث ضغط عالي. زين هذا جدا مهم. وعندنا الاويل جاليريز. الاويل جاليريز هنا ما موضحة بهالشكل هذا، هي الممرات الزيتية داخل كتلة الاسطوانات او داخل الكرنك شيفت يسموها اويل جاليريز، زين ممرات الزيت. وايضا عندي الاويل بريشر انديكيتورز اللي هو شنو هذا، ايضا هذا الانديكيتورز او المؤشر هذا طبعا ايش يقرا لي، يعني من اسئلك هذا يقرا لي ضغط الزيت. طبعا هاش كاتب لك بي اس بار وبي اس اي 0 2 3 4 5 هاي شنو، هذه يسموها بالبار، والبي اس اي هي هاي 0 45 75 هذا ضغط الزيت. طبعا الضغط الطبيعي عاده يكون بالوسط، عندما يرتفع الضغط الى حد عالي طبعا هو اكو كل محرك له فد رينج معين، فمن يرتفع عندي الضغط الى حد عالي معناته شنو، معناته عندي مشكله صارت في منظومه الزيت، عندي انسداد، عندي فد صمام قد يكون هذا الريليفات قد يكون عندي به مشكله. زين الـ هذا قد يكون الفلتر قد يكون بانسداد صاير عندي. زين
لازم أشيك. وإذا قل الضغط زيت عن الحد الموصى به لكل محرك، فهيك حالة أنا لازم أعرف أكون أعرف أنه معناته عندي دا يصير تسريب بالزيت، فلازم أشوف وين دا يصير عندي المشكلة. أيضا إذا هو ارتفاع ضغط الزيت عن الحد المقرر أو انخفاضه، يعني معناته عندي مشكلة، أكو فد حد، هذا الحد هو الحد الصحيح، خلينا عادة يكون يعني 3 أو 45، يعني هذا الحد اللي بالمنتصف. زين، إذا oil pressure indicators قلنا عليه هذا. عندي الاويل فلتر، هذا جدا مهم، هذا يكون يتبدل بين فترة وأخرى. هذا أيضا يمكن تكلمنا عنه، أو أيضا راح نتكلم عنه فيما بعد، راح ينقي لي الزيت الخارج من المضخة قبل ما يروح يوزعه إلى المحرك. زين، احنا قلنا الزيت من يدور داخل المحرك وبالممرات وراح العمود المرفق وبال كوجن بين او الريست بين اللي هو مسمار المكبس وغيرها من الاجزاء المتحركه، راح يحمل معه البراده، يحمل معه الكربون، ويعيدها وين؟ يعيدها للخزان. الخزان راح المضخه راح تسحب الزيت من الخزان مره اخرى، هاي تصفيه اوليه. دخل للمضخه هو بعد الزيت يعني ببراده وبكربون، فمنو ينقي ليها قبل ما يرجع المحرك؟ ينقي ليها هذا الفلتر. ولهذا الفلتر بعد فترة من الزمن راح يصير جدا وسخ، راح يصير غير قابل للاستعمال، فلازم نبدله. اذا الاويل فلتر مهم. الاويل كولر اللي هنا عادة هذا يسموه اويل كولر يعني او كولر، اللي هو شنو؟ مبردة الزيت. الزيت من ينتقل الى اجزاء المحرك راح قلنا ينقل جزء من الحرارة وياه، فشلون ابرده؟ راح يمر بهاي مثل الرادياتر، هي رادياتر او مشعة، راح يتبرد الزيت ويخرج مرة اخرى الى حوض المرفق. بعد شنو عندنا؟ طبعا هذا ايضا نسيت اقول لكم عليه، هذا هو البريشر ريليف فالف، يكون بهالشكل. هذا يعني مقطع هنا، هذا البريشر ريليف فالف. طبعا هنا اكو فيديو، يمكن ما ادري، يمكن الصور ما راح يظهر عندكم، بس راح اخلي لكم اياه بالمحاضره، يعني ايضا شوفوا راح تستفادون، وعند راح يبين لك شلون راح يتحرك الزيت داخل المنظومه، منظومه يعني شلون راح يتحرك داخل الاويل جاليريز، وشلون راح ينتقل، وشلون راح نوصله الى مسمار المكبس وغيرها. فشوفوا، ما ادري، احتمال ما راح يظهر امامكم، فانتم شوفوا تشيكوا، انا راح خليت لكم اياه بالجوجل كلاس روم.
طبعا هنا راح نتكلم حول جزء جزء من هذه الاجزاء بشكل موجز. اول شيء الاويل بان يقول ستور ذا اويل، يحفظ الزيت، يعني في مكان لحفظ الزيت او خزان. and helps in cooling the oil، يعني يحافظ لي على درجة حرارة الزيت، يعني الزيت راح يجي قد ساخن من المحرك، فهنا راح ياخذ لفترة حتى شنو يبرد الى مدى معين، وايضا يريد ينسحب مرة اخرى الى المحرك، وبهذا دورة بعد دورة. الاويل بامب اللي هو هذا عادة تكون ترسي، يقول driven by او driving by camshaft crankshaft and rarely rebuilt by an auto technician، يعني هاي عادة تدار بواسطة الكام شيفت او الكرنك شيفت، بواسطة سير او بواسطة سلسلة او بواسطة هو ترس يكون موجود زين، ونادرا rarely rebuilt، نادرا انه تكون تتحرك بشكل يعني منفصل بشكل تلقائي، وحدها يعني بها في الآلية وحدها انه تدور. The pressure relief valve يقول to prevent، لمنع the build up، تكون ضغط عالي المتسبب بواسطة انسداد الفلتر او انسداد الممرات المائية. طبعا هنا يشير يقول الـ acceptable range، يعني المدى المقبول من ضغط الزيت هو ما بين 40 الى 60 PSI، وفق هالنطاق راح يكون الزيت في مضبوط الضغط مالته، اما اكثر من 60 قلنا راح يفتح صمام البريشر ريليف فالف، صمام تخفيف الضغط راح يفتح ويرجع لي الى الخزان جزء من الزيت حتى يرجع لي الضغط ضمن المدى المطلوب. عندنا ايضا الاويل بريشر انديكيتر، حكينا عنه هذا، يقول ذا لايت تيرند اون، يعني الضوء طبعا بيضوه يشتغل، or gauge reads low when the pressure drops below 10 psi، عندما يقل الضغط عن 10 psi، يعني هنا لاحظوا هاي 45 psi، هنا مثلا 75، من ينزل اقل من 10 psi راح يشتغل عندي الضوء مال او يؤشر عندي هذا المؤشر، وايضا من يرتفع الزيت ايضا راح يعطيني في الاشاره انه ضغط الزيت ارتفع، وقلنا شنو سبب انخفاض الزيت وشنو سبب ارتفاع انخفاض ضغط الزيت وشنو سبب ارتفاع ضغط الزيت. قلنا سبب الانخفاض يمكن ان نعزوه الى وجود تسريب داخل المنظومة، وسبب ارتفاع الزيت يمكن ان نعزوه الى وجود انسداد داخل المنظومة. زين الاويل فلتر يقول اللي هو هذا، يقول it's used to clean oil received from the oil pump، يعني وظيفة هذا الفلتر هو تنظيف الزيت المستلم من مضخة الزيت قبل ما يوصل إلى أجزاء المحرك الأخرى. إذا هو ينظف لي الزيت بعد سحبه من مضخة الزيت. طبعا هذا الفلتر أيضا راح أرفق لكم فيديو عنه وعن طريقة عمله، راح تقدرون تشوفون الفيديو وتعرفون هذا الفلتر شلون راح يعمل، وتشوفون أجزاء أيضا موضحة كلها بالفيديو. هنا الفيديو ما راح اقدر اشغله لانه ما راح يسجل بهذا البرنامج التسجيلي، يعتبر شلون خرق لحقوق يعني حقوق الفيديو. زين فموجود، انا خليت لكم الرابط مالته. الاويل جاليريز اللي هي شنو الممرات الزيتية الموجودة داخل كتلة الاسطوانات اللي هي ما نشوفها، احنا نشوف فقط ثقوب، لكن هاي الثقوب امتدادها وحيكون عبارة عن ممرات مرتبطة مع بعضها، وراح تساعد لي على نقل الزيت الى اجزاء المحرك المراد تزييدها. فشو يقول they are passageways، ممرات for oil للزيت throughout engine، خلال المحرك، that deliver يعني تساعد على تسليم الزيت to top end and returning it to the oil pan، يعني تساعد على تسليم الزيت الى اعلى نقطة بالمحرك، ومن ثم رجوع الزيت الى الاويل بان اللي هو حوض الزيت. طبعا بالنسبه لهذا المؤشر، يعني بس فد ملاحظات بسيطه عنه، المؤشر هذا الانديكيتر هذا مره يقرا لي صفر، يقول this is normal only when the vehicle is idling، يعني عندما يكون المحرك مطفي يعني غير مشتغل فيقرا لي صفر، طبعا ضغط الزيت راح يكون صفر. لكن if this reading occurs at high speed it could mean one of three things، يعني يقول إذا هاي القراءة الصفر zero readings حدثت عند سرعة
عاليه وعنده اشتغال المحرك، فهذا عنده له اسباب. راح يقول لنا شنو هاي الاسباب. من اسبابه انه يقول the gauge is faulty، يعني اصلا هو الجيج عاطل. من يقرا صفر قد يكون هو الجيج عاطل، يقرا صفر اثناء الاشتغال انا اذا اقول زين. السبب الثاني يقول the oil level is low، اصلا هو مستوى الزيت يكون منخفض، يعني راد انه اكمل زيت للمحرك. النقطة الثالثة the oil pump or its drive is broken، يعني اصلا المضخة هي ما تضخ زيت، يعني بها عطل صاير زين. فهذه الثلاث نقاط انا لازم الاحظها عندما تكون عندي قراءة zero reading اثناء اشتغال المحرك. لو الجيج عاطل، لو المضخة بها شيء زين، لو راح يكون عندي المستوى الزيت منخفض زين. عندي لو ريدنج يعني هنا قراءتي صفر، هنا اذا قرا لي قراءة لكن منخفضة، يعني ممكن بين ال 40 وال 60 بي اس اي، قرا لي مثلا 20 او 10، هنا شنو راح يصير السبب؟ يقول if your oil pressure gauge consistently reads a lower number while the vehicle is idling typically below 20 or in the lower quarter of the gauge get it checked out. It could indicate an issue with the gauge like a leak in a mechanical gauge. But it most likely means an engine component has worn down creating a drop in oil pressure. يعني شنو معناته هذه الفقرة؟ يقول إذا ضغط الزيت الجيج قرا ضغط الزيت باستمرار قرا انه رقم منخفض، يعني 10 20 مثلا، والسيارة او المحرك ده يشتغل زين، يعني يقول لك هنا عادة اقل ال 20 20 او بهذا الربع يعني كوارتر زين. يقول لازم شنو نشيكه، get it check out checked out. يقول هو من المحتمل انه يؤشر لي الى وجود مشكله بالجيج زين، يعني الجيج قد يكون به مشكله عندي، او في بعض الاحيان لا يؤشر لي انه وجود فد تسريب او وجود فد يعني استهلاك داخل المنظومه زين، مما يسبب لي انخفاض ضغط الزيت. فهاي كلها انا من اقرا انخفاض لازم ايضا اتبع الاسباب واشيكها. اذا هو اللو ريدنج ايضا هي مو طبيعيه. اذا اثناء اشتغال المحرك قلنا الزيرو ريدنج هي غير طبيعيه لازم اشيك، وهاي اسبابها. اللو ريدنج ايضا غير طبيعيه. الهاي ريدنج شنو اسبابها؟ ايضا هي قراءه غير طبيعيه اثناء اشتغال المحرك. ليش؟ لان احنا قلنا القراءه الطبيعيه تنحصر ما بين ال 40 وال 60، من يقرا لي مثلا 80 او يقرا لي 20 او 0، هاي معناته اكو فد مشكله زين. خلينا نجي نشوف الهاي ريدنج. يقول ذا نيدل اون ذا بريشر جيج، هاي النيدل يعني شلون المؤشر، should settle at the midpoint after the car has been running for about 20 minutes. If it settles toward the top of the gauge, it could be indicating high oil pressure. The pressure relief valve could be stuck or faulty, or there could be a blockage in the oil delivery line. Since high pressure could cause your oil filter to burst, switch off your engine as soon as you notice the reading. هنا هاي الفقرة شنو معناته؟ يقول النيدل هذا باللون الأحمر المفروض بعد 20 دقيقة يأشر لي وين؟ على الميدل، يعني على 40، هذا الحد الطبيعي. يقول إذا أشر لي، يقول if it settles، إذا استقر، settles يعني استقر، toward the top of the cage، top of the cage يعني هاي القراءات العليا، it could be indicating، هو ممكن أنه يشير إلى وجود ضغط عالي للزيت. هذا الضغط العالي مين يشير؟ يقول الريليف فالف قد يكون يعني ستك، يعني شلون احنا نقول مدى يفتح، مدى يرجع لي زيت المن الى الخزان. اذا هاي الريليف فالف قد يكون عندي عاطل. اور ذير كود بي ا بلوكج، بلوكج يعني انسداد، بلوكج يعني انسداد، ليكج يعني تسريب، بلوكج انسداد. يقول او قد يكون هناك عندي انسداد بالديليفري لاين، يعني هاي الجاليريز اللي تودي الزيت الى اجزاء المحرك قد يكون بها عندي انسداد، فايضا السبب لارتفاع الضغط زين. يقول هذا ارتفاع الضغط، يقول سينز هاي بريشر كود كوز يور اويل فلتر تو بيرت، يقول بما انه سينز يعني بما انه ارتفاع الضغط ممكن انه يسبب لي انفجار الاويل فلتر، يعني انفجار انفجر الاويل فلتر. يقول فانت من تشوف هاي القراءه عاليه انت شو تسوي؟ راسا طفي المحرك زين
وشوف شنو سبب الخلل الموجود عندك. هاي حبيت يعني بس فد ملاحظات انه تكونون تكون امامكم حتى انت تعرف من تقرا الجيج مال الضغط، تعرف انه شنو اللي دا يصير وشنو هو يعني الحد الطبيعي وشنو هو الحد الغير الطبيعي سواء انخفاضا او ارتفاعا. طبعا هنا راح نتعرف على انواع انظمة التزييت في المحركات. النظام الاول واللي هو كان قديما يستخدم يسموه سبلايس لابليكيشن، يعني التزييت بالنثر. يقول in this system oil is splashed up from the oil pan or oil trays in the lower part of the crankcase. يعني شنو يقول؟ في هذا النظام الزيت ينثر الى الاعلى من حوض الزيت او الاويل تريز يسموه او الاويل بان تكلمنا عليه، يعني صندوق المرفق هذا اللي يكون يحوي الزيت في الجزء الاسفل من كرنك كيس في حوض المرفق. يقول the oil is thrown upward، الزيت يرمى الى الاعلى as droplets or fine mist، يعني بشكل قطرات او دقائق او رذاذ ناعم. To valve mechanism الى ميكانيكية الصمامات اللي تشمل الكامشيفت والنوابض والصمامات نفسها. Piston pins اللي هو هذا اللي سميناه كوجن بين او الريست بين اللي هو مسمار المكبس. Cylinder walls جدران الاسطوانة. And piston rings حلقات المكبس. هاي كلها بالنثر، وهنا موضح بهاي الصورة تشوفون شلون يتم النثر. يقول in the engine dippers او يسموها scoops on يعني مثل المغارف، هنا تشوفوها بالاسفل البيج اند اكو مغارف. هاي اثناء حركة الكرنك كيس والنهاية العظمى المغارف المرتبطة بها ايضا راح تتحرك وتغمس داخل الزيت وتنثر الزيت الى الاعلى. فشي يقول in the engine dippers or scopes، هذين يحفظوهن، ذني مغارف يعني معناته نفس المعنى. On the connecting rod، في connecting rod بنهاية عظمى ونهاية صغرى، النهاية العظمى ترتبط بالعمود المرفق فده يحكي عن النهاية العظمى. نقول the connecting rod bearing caps اللي هو هذا الجزء الأسفل يسموه caps enter the oil pan with each crank shift revolution، يعني يقول كل دورة من دورات عمود المرفق هذا راح يدخل داخل ال oil pan ويقذف الزيت إلى أعلى. A passage is drilled in each connecting rod. يقول كل connecting rod بي فد ثاقبين بي فد ممر زين، هذا من خلاله راح يعني بتكرار المرات راح يتجمع الزيت ويصعد الى الاعلى زين لتزييت مسمار المكبس او الاجزاء العليا. طبعا هذا السبلاش سيستم كان منتشر قديما، الان غير يعني يقول the supply system is no longer used، لا يستخدم الان في الاوتوماتيف انجن في محركات السيارات. يقول it's widely used in small four cycle، يعني يستخدم في المحركات الصغيرة اللي هي رباعية الضربات عادة زين. يقول this system is too unreliable، يعني شنو يعني هذا يعني نظام غير موثوق به لنظام السيارات. Because the level of oil in هذا التعليل يعني قد يجيك يقول لك ليش هذا النظام هو unreliable يعني غير موثوق به السبلاش لابريكيشن. يقول له لأنه شو يقول because the level of oil in the crankcase will vary greatly، يعني مستوى الزيت بال crankcase أو هذا حوض المرفق هذا راح يكون متغير بشكل كبير. فإذا كان high level الهاي ليفل يعني مستوى الزيت العالي ايش راح يحقق لي، ومستوى الزيت المنخفض ايش راح يحقق لي. طبعا هنا شلون هسه واحد يسال يقول شلون راح يتغير مستوى الزيت. طبعا في بعض الاحيان المكائن او السيارات او السحابات يعني تعمل على منحدرات، فيكون الزيت يتجمع في منطقه من مناطق عمود من مناطق حوض المرفق، والمنطقه الاخرى يكون فيها مستوى الزيت قليل. فهنا اذا صار عندي هاي ليفل ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي استهلاك عالي بالزيت، يعني راح يصرف زيت هوايه باعتبار راح ينثر كميه كبيره من الزيت. اللو ليفل ايش راح يسوي؟ يقول ينتج كميه تزييت غير مناسبه زين، وبالتالي من يصير عندي كميه تزييت غير مناسبه او قليله راح يؤدي لي الى تلف في بعض اجزاء المحرك. فهذا النظام هو نظام غير يعني مثالي 100%،
لذلك فيما بعد استبدلوه بنظام آخر هو نظام يسموه الفول فورس فيد الابليكيشن سيستم، اللي هو شنو يستخدم الفيد بامب، يستخدم الفيد بامب في هذا النظام. زين، فش يقول؟ يقول ان فول فورس فيد الابليكيشن سيستم ذا مين بيرنجز رود بيرنجز كام شيفت بيرنج ذا بيستنز ذا بيستن بينز اند ذا كومبليت فالف ميكانيزم، يعني عمود الكامات كام شيفت الفالفز السبرينج فالف سبرينجز are lubricated by oil under pressure. يعني ذني كل هالامور اللي ذكرناها هنا راح تزيت عن طريق شنو؟ الزيت المضغوط. شلون نحقق زيت مضغوط؟ عندنا مضخة تسحب الزيت وتمرر الى هذه الممرات الموجودة واللي راح توصل الزيت الى اي مكان انا اريده. زين، هاي بهالطريقة هاي راح اضمن وصول الزيت الى جميع المناطق اللي انا اريدها. وايضا طبعا قلنا هنا المفروض اكو فلتر راح يكون. فاذا هو شنو يكون يضخ الزيت اندر بريشر، يعني تحت الضغط، وهذا هو النظام اللي هسه حاليا معمول به. طبعا اكو نظام اخر هو يدمج ما بين هاي النظامين، يعني نظام عندي ايضا بالضغط، عندي مضخة يعني، وعندي ايضا مغارف هاي الديبر او السكوب، يعني يجمع ما بين النظامين السابق القديم والحديث. زين، طبعا هنا راح نتكلم عن موضوع اسمه الاويل جريدز، او يعني شلون انواع الزيت او تدرجات الزيت. هاي دائما تقرون على زيت السيارات، زيت المحركات بشكل عام، راح يكتبوه بهالطريقه، رقم دبليو شخطه رقم، يعني رقمين. فهنا ايش راح يصير؟ هذا راح نعرف شنو هذا، شو يمثل لنا. مثلا 0 دبليو 30 او 5 دبليو 30 او 10 دبليو 30 او 15 دبليو 40 او غيرها. هذا شيء يقول خلينا نجي من البدايه. تتذكرون احنا تكلمنا حول اللزوجه او الفيسكوسيتي، فيقول اللزوجه the viscosity of the oil is inversely proportional to the temperature. يعني شنو؟ يعني لزوجه الزيت تتناسب متناسبه عكسيا مع درجه الحراره. يعني شنو؟ يعني كل ما تزيد درجة الحرارة، زين، الزيت لزوجة ايش راح يصير بيها؟ راح تنخفض. وكلما قلت درجة الحرارة لزوجة الزيت ايش راح يصير بيها؟ راح ترتفع. زين، هسه واحد خلي يقول لي شنو اللزوجة؟ اللزوجة اخذناها بالموعد، شو تقول؟ اللزوجة هي تعبر عن مقاومة، يقول viscosity expresses طبعا the resistance of a fluid to flow، مقاومة الماء للجريان. اذا كل ما زادت لزوجة المائع معناته جريان راح يكون بشكل أصعب، وكلما قلت لزوجة المائع ايش راح يصير؟ راح يكون جريانه بشكل أسهل. زين، فشي يقول the higher the viscosity، كلما كانت اللزوجة عالية the more difficult the oil to flow، سيكون من الصعب جريان الزيت، والعكس صحيح and vice versa، والعكس صحيح. زين، خلينا نجي نشوف هسه احنا بالمحرك ايش نحتاج. احنا بالمحركات طبعا كل شركة هي راح تصنع المحرك، راح توصي باستخدام نوعية معينة من الزيت. طبعا انا الزيت لا اريده مي، يعني خفيف جدا، لزوجته قليلة، لانه اذا كانت لزوجته قليلة ما راح يقوم لي بعملية التزييت. زين، والا لو كان هكذا كان ما استخدموا زيت، استخدموا ماء. زين، فلازم فد لزوجة معينة حتى اضمن انه يزيت المحرك بشكل صحيح، واضمن انه يجري في مجاري الزيت بشكل سلس مو صعب، يعني لا لزوجته عاليه جدا بحيث يكون من الصعب تحريكه داخل الممرات المائيه، ولا لزوجته قليله جدا بحيث يخفق في عمليه وظائف عمليه التزييت. فهنا شو يقول؟ يقول viscosity is notated with the common XWXX، يعني عادة يعني هي هاي مو اللزوجة، وإنما فد شلون نقول فد مؤشر على اللزوجة. فخلنا نجي نشوف شنو معنى ذني ال XWXX، يعني هي فد رقم مثلا 0W30 5W30. يقول the number preceding the W، الرقم الذي قبل ال W اللي هو 0 5 10 هذا الني، rate the oil flow at 0 degrees Fahrenheit. يعني شنو؟ يعني ينطيني مؤشر حول جريان الزيت في أو لزوجة الزيت
عند درجة 0 فهرنهايت أو ما يعادل سالب 17.8 سيليزي. زين، هذا يعطيني مؤشر أنه ايش قد لزوجة، يعني لزوجة الزيت، مو هي رقم نفسه يمثل لزوجة، ولكن فد مؤشر، يعني الخمسة لزوجته أعلى من الصفر في درجات الحرارة المنخفضة. زين، والعشرة أعلى من الخمسة، وهكذا. زين، من شي يقول زين، هذا بالنسبة للإكس. الإكس عرفنا ينطينا فد رقم يؤشر لنا على مدى لزوجة الزيت أو جريان الزيت عند الصفر فهرنهايت أو سالب 17.8. الدبليو شنو معناته؟ الدبليو يقول stand for winter، يعني معناته بالشتاء. The lower the number here, the less thickness in the cold and the better is will flow. يعني شو يقول؟ يقول هذا الرقم القبل W، هذا يؤشر انه في درجات حرارة من يقول في الوينتر، يعني في درجات حرارة المنخفضة. فهذا الصفر شو يؤشر لي؟ معناته كل ما يقل هذا الرقم، كل ما السخن الزيت راح يقل او لزوجته راح تقل، وبالتالي راح يكون اسهل للجريان. فكل ما تقل لزوجته يكون اسهل للجريان، لانه انا شو احتاج؟ احتاج انه في درجات الحراره المنخفضه انه الزيت ما يصير لزوجته عالي. هو عاده احنا مو قلنا proportional inversely proportional to temperature، فكل ما تقل درجه الحراره، فمثل ما ذكرنا في درجات الحراره المنخفضه الزيت راح يميل انه يكون اكثر لزوجة، يعني يكون اثخن او اصعب بالجريان. فاحنا شو نسوي؟ لازم نشوف حسب درجة حرارة اللي ظروف التشغيل شنو هي، نختار الزيت الملائم. طبعا الشركات هي عادة توصي، فاحنا خلينا نشوف. فيقول W stand for winter، the lower the number here، يعني قبل W كل ما يكون الرقم صغير، the less thickness in the cold and the better it will flow، يعني كل ما يكون الرقم اصغر كل ما يكون اقل ثخانة وفي درجات الحرارة المنخفضة، وكل ما يكون أسهل بالجريان. فيبطي مثال يقول فخمسة W 30، احنا التركيز على الخمسة اللي هي قبل الدبليو، هسه بدنا نحكي خمسة W 30 viscosity engine oil thickness، يعني ثخانة الزيت اللي هو خمسة W 30 is less in the cold than 10 W 30 but more than 0W30. هنا باللون هنا هذا اللي اشير لكم عليه، اللي 5W30 هو اقل ثخانة او اقل لزوجة من 10W30، واكثر ثخانة او اكثر لزوجة من 0W30 في درجات الحرارة المنخفضة. اذا هسه هذا الرقم من قبل الW يحكي لي انه لزوجة الزيت، يعني من يجيك اكثر من زيت 0W 5W 10W، فانت راح تقدر تقارن تقول هاي في درجات الحرارة المنخفضة راح يكون لزوجة الخمسة أكبر من الصفر وأقل من العشرة، وهكذا. سؤال هسه خلينا نبسط الوضعية. إذا أنت مثلا عندك محرك يعمل في ظروف درجات حرارة مثلا خلينا نقول منخفضة جدا، فأنت هيك حالة ايش تحتاج؟ تحتاج تستخدم صفر لو خمسة لو عشرة إذا منخفضة جدا. طبعا راح تستخدم صفر W 30، معناته الزيت هذا في درجات الحرارة المنخفضة راح يكون أقل لزوجة. بينما إذا أختار 10 W 30 لا، إيش راح يصير؟ عندما تخفض درجة الحرارة هذا الزيت راح يكون ثخين، راح يكون لزوجته عالية، فراح يكون من الصعب أنه أشغل داخل المحرك. فأختار 0 W 30 مثلا في درجات الحرارة المنخفضة جدا، في حين في درجات الحرارة المرتفعة أو الطبيعية أو يعني اللي نشاهدها في ايام نهاية نستخدم 10 W 30 ال 10 W. زين، لانه احنا مثلا هسه شتاءنا مو كلش بارد. زين، ما تنخفض درجات حرارة مثلا سالب 20 وسالب 30. زين، فنستخدم احنا 10 W 30، بينما بمناطق كلها تنخفض بمقدار عالي مثل سالب 30 وسالب 20 25 توصل. فش نستخدم؟ نستخدم صفر في المناطق الباردة. زين، هذا الرقم اللي قبل الدبليو. نجي على الرقم اللي وراء الدبليو اللي هو 30 او شوف ال 40 او غيرها. شي يقول؟ يقول ان انجن ان ا كولدر كلايمت، يعني يقول محركات في درجات الحراره او الاقاليم المنخفضه درجه الحراره، وير موتور اويل، محرك زيت المحرك يميل انه يكون اثخن because of lower temperature. هاي حكيناها كلها.
would benefit from 0 or 5W. شوف هاي نفس الحكي اللي حكيته هسه قبل شوي. في المناطق اللي درجات حرارة جدا منخفضة يستخدمون 0W 5W. ليش؟ لأنه حتى شنو يضمنون أنه الزيت ما راح يكون لزج جدا أو ما راح يكون ذا لزوجة عالية حتى يسهل جريانه. زين هسه هذا بالنسبة للرقم اللي قبل الدبليو. الرقم اللي بعد الدبليو يعني هاي الشخطة رقم وراها 30 مثلا 40، هذا شيء يقول the second number after the W indicate the oil's viscosity measured at 212 degrees فهرنهايت، يعني عند درجة 212 فهرنهايت أو ما يعادل 100 درجة سيليزية أو مئوية. هذا الرقم يمثل مقاومة الزيت أو زجوجة الزيت مثل خلينا نقول at high temperature في عند درجات حرارة مرتفعة. For example 10W30 will be thinner، ها طبعا هنا شو غلط مطبعي، will be thinner than will be thinner at high temperature faster than 10W40. يعني شنو يقول 10W30، هسه تركيزنا وين؟ على 30 على 40 هيجي على الارقام اللي ورا الدبليو. يقول هذا الرقم يشير لي الى مدى جريان او مدى لزوجة الزيت عند درجات الحرارة العالية. تدرون انتو يعني مثلا واحد عنده سيارة راح تشتغل صيف وشتاء، فاني اجي اشوف الشتاء مالتي ايش قد يعني اقصى درجة حرارة والصيف مالتي ايش قد اقصى درجة حرارة. وعلى ضوء مثلا هسه بالعراق عندنا الشتاء مالتنا مو جدا يعني بارد زين، فممكن استخدم لعشرة، ممكن استخدم لعشرة دبليو. وصيفنا ايضا صيفنا حار يعني حار جدا، فش استخدم له؟ ما استخدم له مثلا، طبعا هو يقولون استخدم له 10W30 للمحرك، لكن يفضل 10W40 15W40. ليش؟ لانه درجات حرارة عندنا عالية زين، بينما في المناطق المعتدلة ممكن انه يستخدم 10W30 مثلا. هذا يسموه زيت متغير. تلقون بعض الزيوت مكتوب عليها فقط 10 اس اي هي او هيك شيء او 30 اس اي اي، هذا يعني يسموه فقط لموسم واحد يعني مو متغير. هذا ال 10 دبليو 30 10 دبليو 40 0 دبليو 30 هاي يسموه متغير، يشتغل صيف شتاء يعني بي رينج واسع. هسه راح نجي نراوي لكم اياها. طبعا هاي هنا بشكل مخطط نفس انا عايد لكم اياه، هذا شوفوه نفس الحكي اللي حكيناه هسه، نعطيك ايضا مثال عليه. هذا هنا ايضا بعض الاحيان تشوفون يعني الزيت ممكن انه يصنف على اساس انه هاي طبعا تلقوها اكس دبليو اكس اكس، هاي اللي حكينا هسه عليها. هنا مدى يعني شلون استهلاك الوقود، يعني ايضا اكو فد ريتنج معين ممكن يستخدموه. وايضا هنا ممكن انه اكو فد رموز معينه تقول لك انه هذا زيت للديزل، لمحركات الديزل او لمحركات البنزين زين. طبعا في هذا هنا شو يقول لك؟ يقول لك اكو زيوت سنجل فيسكوسيتي اويل اللي هي اس اي اي 5W، ما يكتب لك 5W30 او بس 5W او اس اي اي 10W، هذا يستخدم فقط بالشتاء. بالصيف تستخدم مثلا اس اي اي 20 اس اي اي 30، هذا فقط يسموه سنجل فيسكوسيتي يعني مو متعدد زين. هذا اكو زيت للصيف وزيت للشتاء، بينما المالتيبل فيسكوسيتي اويل متعدد لا، تستخدمه صيف شتاء اس اي اي 10W30، هذا تستخدمه صيف شتاء زين. طبعا قلنا اكو للغازولين، يعني اكو محرك زيوت للغازولين اكو زيوت للديزل، قلنا الفيسكوسيتي مالته حتعبر له بهذا الرقم سنجل. هاي طبعا هاي المفروض تجي هنا يعني سنجل، والمالتيبل المفروض جوا الفيسكوسيتي تجي. ساعد لكم اياها بالملزمه. والفيول ايكونومي اللي هو هذا هنا ايضا اكو فد رينتنج معين ممكن انه يعني رموز معينه تدل على مدى شلون الاقتصاديه بالوقود. هذا مطيكم نماذج يعني من هاي شلون نقول هذا الشعار او هاي الرمز اللي هو قلنا هذا يعطيك لزوجة الزيت او يعبر لك عن لزوجة الزيت. هذا يعطيك انه اكو رموز اس ال، اكو سي اتش، اكو سي جي، سي اف، يعني انواع مختلفه من المحركات يشير لها برموز ثانيه، يعني مو كلش اعرف شنو معناتها، تقدرون تسوي لها سيرش بالانترنت. وهذا هنا هم ايضا فد ريتنج يعني انرجي كونزيرفنج، يعني شنو هذا معناتها؟ الزيت من تستخدمه
انه اقتصادي، هذا اقتصادي، هذا مثلا ما خالك عليه اقتصادي. تشوف شلون يعني فد رموز مختلفه. هنا هذا السلايد واللي هو اخر سلايد عندنا بهالمحاضره راح يشير لك حول انه الرينج من درجات الحراره الخارجيه اللي ممكن راح تعمل بها هذه الزيوت المختلفه. انت تعرف مثلا اس اي اي 10 دبليو هذا يشتغل من سالب 25 مئوي الى صفر، زين؟ يعني هذا ال 10 دبليو وحده اذا عندك مثلا فرضا في مناطق بارده جدا واللي هو الصفر، خلينا نقول اقصى درجه حراره بها، فممكن انه تستخدم هذا الاس اي 20 دبليو. لا، راح يمتد الرينج مالته من السالب 10 الى موجب 10 درجه مئويه. الاس اي 30 ايضا من سالب 5 راح يمتد لل 35. شوي شوي شوفوا اس اي 40 هذا، اذا هاي الاس اي 10 وال 20 ذن نقدر نعتبرها شنو؟ شتويه. ال 30 و 40 نعتبرها صيفيه، لانه شوف يمتد الى درجات حراره عاليه، هنا لل 35، هنا لل 40 45 وهكذا. زين، تجي اس اي 10 دبليو 30 هذا المتغير اللي يشتغل صيف شتاء. شوف يشتغل، يشتغل بالشتاء من سالب 25 الى موجب 30. زين، ال 40 هذا يشتغل من السالب 25 الى ايضا ال 40 وهكذا. فانت راح تعرف انه شنو الرينج حسب درجة الحرارة اللي مستخدمة اللي يعمل بها المحرك، الظروف الخارجية. إلى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم. أرجو منكم أنه تراجعوها، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن أن تراسلونه على الصفحة، صفحة الجوجل كلاس روم. تمنياتي لكم بالتوفيق.